الخير متابعي قناة أخبار الفجر المغربية فجر سبورت. شو ممكن تقول لنا بخصوص مشكلة دي الإغلاق الملعب البلدي مدينة القنيطرة؟ السلام عليكم. بداية تحية طيبة لجميع متتبعي قناة الفجر المغربية، وكذلك تحية لقناة الفجر المغربية على تسليطها الضوء على هذا الموضوع الهام والذي يؤرق جميع ساكنة مدينة القنيطرة. للأسف فريق نادي القنيطري يعاني الأمرين، أزمة مالية خانقة وحظر جماهيري. فبعد الحظر الذي رافق جائحة كورونا وبعد الانفراج الذي عاشها المغرب، لا زالت القنيطرة تعاني من حظر جماهيري، لا زال الملعب البلدي بالقنيطرة يعاني من منع الجماهير، وذلك بسبب حسب ما يقولون الأشغال الحلزونية التي بدأت ومنذ سنوات، ونحن ننتظر انتهاء الأشغال داخل الملعب البلدي لكن دون جدوى. هنا يجب أن نسائل الجهات المسؤولة حول سبب هذا التأخير في إنجاز الملعب البلدي بالقنيطرة والمخلفات ديال هذا التأخير. ونحن على مشارف الموسم الرياضي 2022-2023، وفريقنا الغالي يعاني في أقسام الهواة، في غياب النقد التلفازي، في غياب أساليب الشفافية من أجل المنافسة الشريفة والروح الرياضية. الجمهور القنيطري محروم من متابعة فريقه من داخل الملعب البلدي بالقنيطرة. هذا الملعب اللي عنده تاريخ، عنده مكانة خاصة في قلوب القنيطريين والقنيطريات. أظن أنه الولوج إلى الملعب ومشاهدة الفريق المحبوب للجماهير هو حق من الحقوق، وهو أمر بسيط، ليس استثناء أو ليس هدية ستقدمها السلطات. للأسف لا نجد رد شافي من السلطات المحلية وكذلك من المجلس البلدي بصفته هو المسؤول الأول على الملعب. لازلنا ننتظر جواب مقنع، لازلنا ننتظر حل مقنع، ولن يرضينا سوى دخول الجمهور القنيطري للملعب البلدي. وهنا مسؤولية المجلس البلدي، مسؤولية السلطات المحلية، مسؤولية الأمن في توفير أو تسهيل عملية ولوج الجماهير للملعب، وأن يتابعوا الجماهير فريقهم من داخل الملعب البلدي. فطبعا الكرة للجمهور، إذا ما كانت الكرة بدون جمهور ما عندنا لاش نديروا هذه الكرة. فكرة القدم هي للجمهور، والجمهور القنيطري من حقه أنه يتابع الفريق دياله. لذلك فنناشد مسؤولي مدينة القنيطرة من أجل التدخل السريع لوضع حل عاجل، وهذا الحل لن يرضينا أي حل سوى دخول الجمهور القنيطري في الملعب البلدي بمدينة القنيطرة لمساندة فريقه الغالي. ونتمنى كذلك تضافر الجهود من جميع فعاليات مدينة القنيطرة من أجل إرجاع فريقنا الغالي إلى مكانه واسترجاع أمجاده الكبيرة.